السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع english2fun.com، والنهاردة معادنا مع الحلقة رقم 29 في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي المناهج الجديد 2019. رجعت لكم بعد فترة الانقطاع بسبب أجازة نص السنة. أجازة نص السنة خلاص خلصت يا جماعة، وإن شاء الله رجعنا إلى القناة عشان نكثف جهدنا في حلقات الشرح الفترة الجاية. أحب أطمنكم إن الجزء اللي جاي في المنهج أسهل بكتير من الجزء اللي فات، وفي وحدات كتيرة جدا هتتشرح في ضربة واحدة لأنها كلها وحدات سهلة جدا، وبرضو كما عودناكم بدون اي كروتة وبدون اي انتقاص لمعلومة مهمة، بنشرح بالتفصيل ومش بنسيب اي جزئية للظروف ان شاء الله عشان كلنا نقفل ونجيب الدرجة النهائية ان شاء الله. خلي عندنا امل في ربنا وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نحل على قواعد يونتس 7 and 8. طبعا بالنسبة ليونت 9 هيكون ليها فيديو منفصل، الوحدة بتاعت القاعدة السببية هيكون ليها فيديو خاص بيها الحلقة الجاية، الحلقة رقم 30. يعني النهاردة هنتعلم ازاي نحل بس على قواعد 7 و8، اما الحلقة الجاية ان شاء الله هنتعلم ازاي نحل على قواعد 9 القاعدة السببية. قبل ما ابدأ شرح احب اوجه اهداء هذا الفيديو للطالبة المتألقة هاجر الكسراني من محافظة أسوان مدينة كومومبو، وهي علم علوم. هاجر من أكتر المتابعين للقناة ومن أكتر الناس اللي بتحط تعليقات عندي على الفيديوهات، عشان كده أنا بوجه لها إهداء في هذا الفيديو، وبندعي لها جميعا إنها إن شاء الله تجيب الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية السنة دي، وإن شاء الله برضو تجيب الدرجة النهائية في كل المواد. ربنا يوفقك يا هاجر، ومتشكر جدا على اهتمامك بالقناة ومتابعتك. نبدأ شرح ازاي نحل سؤال choose على قواعد units 7 و 8. اول خطوة في الحل اننا بنترجم الجملة بالعربي. هيسأل حد دلوقتي يقول لي يا مستر انا ما بعرفش ترجم. حبيبي ترجم على قد ما تقدر، ترجم على قد ما تقدر ان شاء الله حتى 60-70% من الجملة، تمام، بحيث تفهم المضمون العام للجملة. حتى لو في كلمة وقفت قدامك طلع موبايلك وابحث في القاموس بتاع الموبايل او جوجل او ايا كان، المهم انك تترجم الجملة. طيب امال ايه لازمة الموبايل اللي بتشيله في ايديكوا ده؟ يعني ايه لازمته لو ما كنتش استخدمه عشان اذاكر بيه بطريقة صح؟ تمام. طيب بعد ما تطلع معنى الكلمة الصعبة تقعد تحفظها وتسجل الكلمة دي في كراسة عندك، بحيث يبقى عندك كراسة متجمع فيها كل الكلمات الصعبة اللي قابلتك وانت بتحل اكسرسايز، عشان امتحان اخر السنة لو جات لك الكلمة دي تاني تعرف تترجمها وما توقفلكش الجملة. يبقى يا جماعة مش بكتر الحل، لا انا عندي تحل قليل بس طلع الكلمات الصعبة اللي قابلتك واحفظها، عشان انت لما بتحفظ كلمات الصعبة اللي بتجيلك هتجيلك تاني اخر السنة وهتعرفها وهتبقى استفدت، وساعتها هتعرف تترجم اي جملة تجيلك. طيب بعد ما تترجم الجملة بقى، ها بعد ما تترجم الجملة تشوفها هي مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول. ان طلعت الجملة مبنية للمجهول وده احتمال كبير جدا، ها عشان اصلا الوحدتين بيتكلموا عن المبني للمجهول، فاحتمال كبير جدا هتلاقي الجملة مبنية للمجهول. ان طلعت الجملة مبنية للمجهول هتختار فيرب تو بي والتصريف التالت، وتستبعد اي اختيار ما فيهوش فيرب تو بي والتصريف التالت جايين مع بعض، ماشي. طيب وان طلعت الجمله مبنيه للمعلوم تختار الزمن المناسب. هو اكيد هيديك حاجه في الجمله بتبين الزمن، فانت بناء عليه تختار الزمن المناسب. طبعا انا شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت كل الازمنه بالتفصيل، فاللي ما ذاكرش الحلقه اللي فاتت كويس يرجع يذاكرها عشان يقدر يراجع الازمنه ويقدر يحددها لو شافها، خلاص. طيب يبقى بكل بساطه كمان مره اهو بترجم الجمله بالعربي واشوفها معلوم ولا مجهول. ان طلعت مجهول بختار فيرب تو بي والتصريف الثالث، وان طلعت معلوم بختار الزمن المناسب. طبعا ده كله كلام نظري وانتم طبعا مش هتفهموا غير بالتطبيق. تعالوا يلا نطبق على طول، نشوف مع بعض كده اول جمله بتقول ايه. بيقول the mouse trap
كلمة ماوس تراب يعني مصيدة الفئران. طبعا لو كانت مكتوبة ام سمول تبقى معناها مصيدة الفئران، لكن لو مكتوبة ام كابيتال زي ما قدامنا كده تبقى معناها مسرحية مصيدة الفئران. يبقى لما تبقى ام سمول تبقى معناها مصيدة فئران اللي بنحطها في المطبخ دي عشان نصطاد الفئران، تمام؟ لكن لما تتكتب ام كابيتال تبقى معناها مسرحية مصيدة الفئران، المسرحية الشهيرة اللي كتبتها الكاتبة العظيمة اجاثا كريستي، كاتبة مشهورة جدا اسمها اجاثا كريستي. بعض الناس بتقول اجاثا كريستي وبعض الناس بتقول اجاثا كريستي، عموما يا جماعة الاتنين صح، بس الاكثر شيوعا اجاثا كريستي، الاكثر شيوعا اجاثا كريستي، بنسمع الاجانب بيقولوها اجاثا كريستي، خلاص. الكاتبة العظيمة اجاثا كريستي هي اللي كتبت مسرحية مصيدة الفئران. طيب نرجع لجملتنا بتقول ايه، مسرحية مصيدة الفئران is written ولا was written ولا has written ولا has been written as a radio play، كمسرحية اذاعية in 1947 سنة 1947. طيب ترجمت الجملة كمان مرة اهو، مسرحية مصيدة الفئران كتبت كمسرحية إذاعية سنة 1947. طيب بعد ترجمة الجملة أشوف هي معلوم ولا مجهول، ها؟ كتبت، كتبت مبنية للإيه؟ للمجهول. يبقى هدور في الاختيارات على فيرب تو بي والتصريف التالت. طيب نشوف مع بعض الاختيارات، is written is ده فيرب تو بي وريتن تصريف تالت تنفع، was written فيرب تو بي was والتصريف التالت written، has written مفيش verb to be يبقى الاختيار ده اكيد غلط، has been written verb to be والتصريف الثالث يبقى الاختيار ده ينفع. عندي ثلاث اختيارات ينفعوا، بس عندي بيقول لي سنة 1947 واحنا دلوقتي في 2019، يبقى 1947 دي ماضي، يبقى لازم اختار الماضي، يبقى هو اكيد بيديك حاجة بتدل على الزمن. طيب is written ده مضارع، was written ماضي، هي دي الاجابة الصح. has been written ده مضارع تام ما ينفعش مع سنة 1947. شفتوا انا عملت ايه يا جماعة؟ بكل بساطة ترجمت الجملة طلعت مبنية للمجهول، اختار verb to be والتصريف التالت، ان لقيت كذا اختيار اختار الزمن الايه؟ المناسب، تمام كده يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض الجملة التانية بتقول ايه؟ بيقول the 2008 Olympic Games الالعاب الاولمبية لسنة 2008. لاحظ يا جماعة ان 2008 بالانجليزي يعني 2008، 20 اللي هي 20، 08 طبعا الصفر لما بيجي في النص بتنطق او، 2008 يعني 2008، ممكن اقول 2008 بس مش حلوه يعني، فالافضل ان انا اقول 2008 2008. الالعاب الاولمبيه في 2008 are watched ولا have been watched ولا were watched ولا has been watched، شوهدت by millions of people بواسطة ملايين الناس all over the world في كل أنحاء العالم. طيب حلوة أوي، شاهدت ولا شوهدت؟ هي شوهدت، يعني الجملة بعد الترجمة اتضح إنها مبنية للإيه؟ للمجهول. هدور في الاختيارات على verb to be والتصريف التالت. نبص في الاختيارات هنلاقي للأسف إن الأربع اختيارات verb to be والتصريف التالت. طبعا انا مختار لكم جمل فيها تكات، انا مختار لكم جمل منوعه على الوحدتين السبعه والثامنه، جمل من اكتر من كتاب خارجي عشان الاستفاده تبقى ايه حلوه يعني، تمام. طيب بس طبعا ما دام مديني اربع اختيارات فيرب تو بي والتصريف الثالث يبقى اشوف الزمن على طول، تمام. طيب هي 2008 دي مش ماضي برضو؟ احنا في 2019 اهو يا جماعه، ماضي خلاص. طيب يبقى ادور في الاختيارات على الماضي، ها، are watched مضارع غلط، have been watched مضارع تام غلط، were watched ماضي بسيط صح، has been watched مضارع تام غلط. يبقى الزمن بيظبط لي الدنيا وبيظبط لي العمليه، يعني من الاخر كده الفكره verb to be والتصريف الثالث والزمن المناسب، verb to be والتصريف الثالث والزمن المناسب، هي دي طريقه الحل. نشوف الجمله رقم 3، English and Arabic اللغه الانجليزيه والعربيه in most tourist offices يتحدث بهما في معظم المكاتب السياحية. طيب كلمة offices يعني مكاتب،
طب هي اللغة العربية والإنجليزية بيتم التحدث بهما، مش هما اللي بيتكلموا، يعني في ناس هي اللي بتتكلم بيهم. يعني الجملة مبنية للإيه؟ للمجهول. هختار فيرب تو بي والتصريف التالت. نبص كده في الاختيارات، سبيك سبيك ما فيهاش ها فيرب تو بي ولا تصريف تالت، سبوكن تصريف تالت وما فيش فيرب تو بي. از سبوكن فيرب تو بي والتصريف التالت، ار سبوكن فيرب تو بي والتصريف التالت. طيب عندي كده معضلة، اختيارين ينفعوا، بس انا عندي الانجليزي والعربي مفرد ولا جمع؟ اكيد طبعا جمع، يبقى الاجابة ايه؟ ار سبوكن، عشان از بتيجي مع المفرد وار بتيجي مع الجمع، يبقى الاجابة ار سبوكن. ماشي كده. نشوف الجملة رقم 4، بيترا باي ذا رومانز ان 106 النو دوميني. طيب ايه بيترا دي؟ بيترا دي بلد في الاردن يا جماعة، كان الرومان احتلوها زمان، يبقى بيترا دي بلد في الاردن. ماشي. طيب الاي دي اللي في اخر الجملة ديت يعني النو دوميني، اختصار النو دوميني يعني بعد الميلاد، يعني سنة 106 بعد الميلاد، يبقى الـ AD ديت يعني بعد الميلاد. ماشي؟ طيب بيقول لك بيترا تم أسرها بواسطة الرومان سنة 106 بعد الميلاد. طب يا ترى هي بيترا هتأسر نفسها ولا أسرت؟ هي أكيد أسرت، يعني الجملة مبنية للمجهول. هدور في الاختيارات على فيرب تو بي والتصريف التالت. ماشي كده؟ طيب has been captured ولا was captured ولا captured ولا was being captured. طيب الاختيار التالت غلط اكيد، اللي هو captured، عشان في تصريف تالت وما فيهوش فيرب تو بي. انا بدور دايما على فيرب تو بي والتصريف التالت، هو مفتاح حل السؤال فيرب تو بي والتصريف التالت، دوروا على فيرب تو بي والتصريف التالت. طيب has been captured مضارع تام، was captured ماضي بسيط، was being captured ماضي مستمر. طيب بما ان الجملة حقيقة تاريخية، الحقائق التاريخية توضع في زمن الماضي البسيط، تمام كده؟ يبقى نعرف بقى ان الحقائق التاريخية بتكون في زمن الماضي البسيط، يبقى الاجابة الصح ايه؟ الاجابة الصح was captured. الجملة رقم 5، the Cairo metro used ولا has used ولا is used ولا was used to carry about 10 million passengers every day. يعني مترو القاهرة بيستخدم لحمل تقريبا 10 مليون راكب كل يوم. طيب يستخدم المترو بيستخدم مش بيستخدم، يعني الجملة مبنية للايه؟ للمجهول. هدور على فيرب تو بي والتصريف التالت، مفيش عندي غير is used was used، الاجابات التانية مفيهاش الاتنين مع بعض. تمام، is used فيرب تو بي والتالت، was used فيرب تو بي والتالت. طيب هل يوجد في الجملة ما يدل على الماضي؟ لا يوجد في الجملة ما يدل على الماضي، يعني الجملة في المضارع، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ is used. ماشي؟ طيب ممكن حد يسأل يا مستر طب ما هو مديني every day من علامات المضارع، بقول مش شرط، every day ممكن تيجي مع الماضي عادي. ماشي؟ لكن الجملة ما فيهاش حاجة بتدل على الماضي، يعني مفيش حاجة مثلا لما كان صغير، لما كان مش عارف ايه، يعني الجملة مش في الماضي، الجملة ليست في الماضي، لا يوجد في الجملة ما يدل على الماضي، يبقى الإجابة مضارع عشان كده. لكن محدش يقول لي بقى عشان خاطر every day، لأن هو ممكن يخدعك بإنه يديك جملة فيها every day وتبقى الإجابة ايه؟ ماضي مش مضارع، يبقى every day مش دل على المضارع، every day ممكن تيجي مع المضارع والماضي. بس بما ان جملتنا دي ما فيهاش حاجه دل على الماضي، يبقى هي اذا مضارع، يبقى الاجابه الصحيحه is used، و was used غلط عشان ماضي. نشوف الجمله رقم 6، اجاثا كريستي طيب was taught ولا was learned ولا is being taught ولا taught at home by her mother. اجاثا كريستي علمت في منزلها بواسطه مامتها. طيب هي علمت مش هي اللي علمت نفسها، هي مامتها هي اللي علمتها، يعني اذا الجمله مبنيه للمجهول. هدور في الاختيارات على فيرب تو بي والتصريف التالت، عندي ثلاث اختيارات ينفعوا، was taught was learned و is being taught، لكن taught غلط عشان ما فيهاش فيرب تو بي. طيب عندي ثلاث اختيارات ينفعوا، نركز بقى. اجاثا كريستي كاتبه كبيره الله يرحمها، ماتت من زمان،
يبقى الجملة ماضي مش مضارع، يبقى is being taught غلط. فاضل عندي was taught was learned. طيب احنا درسنا في تالتة اعدادي ان احد الفروق بين teach و learn ان كلمة learn ما بتبنيش للمجهول، كلمة learn ما بتبنيش للمجهول الا في حالات خاصة جدا. كلمة learn ما بتبنيش للمجهول الا في حالات خاصة جدا، انما teach ممكن تتبني للمجهول. يبقى عشان كده learn غلط، يبقى الاجابة الصحيحة was taught. طيب ممكن حد يسأل يا مستر طب هي learn بتتبني للمجهول امتى؟ اما اقول مثلا لما اجيب قبل الفعل learn اجيب قبليه المادة اللي بتتعلموها، يعني مثلا English is learned، اللغة الانجليزية يتم تعلمها. اما اقول مثلا ايه pronunciation is learned، يعني مثلا النطق يتم تعلمه. يبقى الحالات الخاصة ان لما تيجي المادة قبلها، انما اجاثا كريستي مش مادة عشان اقول was learned. تمام. طيب يبقى كمان مرة يا جماعة، learn ما بتبنيش للمجهول الا لو جه قبلها المادة. تمام. اما teach بتبني للمجهول عادي جدا وتيجي مع اي حاجة. يبقى الاجابة الصحيحة ايه was taught. ماشي، استبعدت was learned عشان learned ما بتبنيش للمجهول. نشوف الجملة رقم 7. eat thinking ولا was thinking ولا thought ولا was thought that علا cleaned and repaired some of the things that were found. يعني يعتقد ان علا نظفت وصلحت بعض الاشياء التي وجدت. طيب think من افعال القول والظن والاعتقاد والتعبير عن الرأي. طيب جميل، وقلنا بتبني المجهول بايه بقى؟ its والتصريف الثالث او it was والتصريف الثالث او it has been والتصريف الثالث. اهو مفيش غير was والتصريف الثالث، يبقى الاجابة was thought. ما هو يا اما its والتصريف الثالث يا اما it was والتصريف الثالث زي الحالة بتاعتنا دي، يا اما it has been والتصريف الثالث. يبقى افعال القول والظن والاعتقاد لو جت في الامتحان بتبقى سهلة جدا جدا جدا، لاني بمشي على القاعدتين اللي احنا شرحناهم المحاضرة اللي فاتت. احنا قلنا افعال القول والظن والاعتقاد والتعبير عن الرأي بتتبني للمجهول بطريقتين، ودي احدى الطريقتين، يا اما its والتصريف الثالث، it was والتصريف الثالث، it has been والتصريف الثالث. الجملة اللي بعدها نفس الفكرة رقم 8. ها report من افعال القول والظن والاعتقاد والتعبير عن الرأي. طيب عندي ها بصوا كده في الاختيارات، ادي is والتصريف الثالثين خلصت. تمام. its والتصريف الثالث، its reported كتب تقرير، that food prices ان اسعار الغذاء increased by ازدادت بمعدل 10% last year 10% السنة اللي فاتت. طبعا علامة في المية بالانجليزي بتتنطق percent. ونلاحظ حاجة كمان ان كلمة increased حرف الاس ده بيتنطق اس، ها ما بنقولش increased. ها وحاجة كمان الدي بتتنطق تي، يعني بقول increased، increased by ازدادت بمعدل 10% 10% last year السنة اللي فاتت. اظن ان افعال القول والظن والاعتقاد سهلة جدا في حلها. نشوف الجملة رقم 9، بتقول some of Agatha's stories، بعض قصص اجاثا be based ولا based ولا are based ولا have based on her travels to these countries، بنيت على رحلاتها لهذه الدول. بنيت يعني مبنية للمجهول، ادور على verb to be والتصريف التالت. عندي be based و are based، دول اللي فيهم verb to be والتصريف التالت. قلنا ما بستخدمش be زي ما هو كده غير مع الافعال الناقصة، يعني must تبقى must be، will تبقى will be، can تبقى can be، should تبقى should be. طب بما ان مفيش فعل ناقص يبقى be based غلط، الاجابة الصحيحة are based. ولو ركزنا اكتر هنلاقي ان كلمة stories جاية جمع، وبالتالي تاخد are مش is. تمام، يعني حتى لو كان في is في الاختيارات ما كانتش هتنفع. تمام، اخترنا are based لان القصص جمع، واستبعدنا be based لان مفيش فعل ناقص. تمام. طيب و based غلط عشان ما فيهاش verb to be، و have based غلط عشان ما فيهاش verb to be. طيب الجملة رقم 10 وفكرتها جميلة جدا، بيقول it's believed ولا he is believed ولا it's believing ولا we are believing that he has recovered from his illness، يعني يعتقد انه تشافى من مرضه، يعني هو ربنا شفاه من المرض اللي كان عنده يعني. تمام. طيب
افعال برضو القول والظن والاعتقاد. بليف من افعال القول والظن والاعتقاد. طيب المشكلة عندي في الجملة دي انه مديني الطريقتين، يعني مديني الطريقة الاولى والطريقة التانية اللي ناقشناهم في الفيديو اللي فات، يعني مديني it's believed ومديني he is believed. طبعا الاختيارات التالت والرابع مستبعدين، it's believing و we are believing. طيب هل انا عندي طريقة للتفرقة بين الطريقة الاولى والتانية؟ يعني هل ممكن تجيلي الجملة زي دي كده في الامتحان ويخيرني ما بين الطريقة الاولى والتانية؟ اه ممكن يا جماعة. هقول لكم انا على حاجة بسيطة جدا هتفرق بينهم. الطريقة الاولى فيها it و that، الطريقة الاولى فيها ايه؟ it و that. والطريقة التانية فيها الفاعل التاني وتو، الفاعل التاني وتو. اللي مش فاهم يراجع الفيديو اللي فات لو سمحتوا، اللي مش فاهم اللي انا بقوله يراجع الفيديو اللي فات. الطريقة الاولى الافعال القول والظن والاعتقاد it و that، الطريقة التانية كانت الفاعل التاني وتو. طب هو مديني ذات اهي، شايفينها ذات اهي في اخر السطر. طيب يبقى هو عايز الطريقه الاولى اللي هي بتاعت ات، يبقى الاجابه خلاص اتس بليفد. تمام ماشي، نشوف الجمله رقم 11. one of the classroom windows، واحد من شبابيك الفصل اتكسر، يعني فيرب تو بي والتصريف التالت. طيب عندي وير بروكن وبروكن وهاز بين بروكن وار بروكن، تمام كده. طيب طبعا هستبعد بروكن لان ما فيهاش فيرب تو بي، باقي عندي ثلاث اختيارات فيهم فيرب تو بي والتصريف الثالث. دور في الاختيارات على فيرب تو بي والتصريف الثالث، عندي ثلاث اختيارات وير بروكن هاز بين بروكن وار بروكن، الثلاثه ينفعوا. طب نركز بقى، هو بيقول واحد من شبابيك الفصل، واحد يبقى مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب ما ار وير بيجوا مع الجمع، يبقى ما عادش فاضل غير هاز بين بروكن هي الاجابه الصحيحه. يبقى بكل بساطه يا جماعه، بكل بساطه عشان احل على درس المبني المجهول، بدور على فيرب تو بي والتصريف الثالث ماشي كده، ولو لقيت كذا اختيار ينفع هيبقى فيه اكيد زمن غلط، واحده مفرد والتانيه جمع، حاجه ما بتبنيش للمجهول. المهم يعني هيبقى في حاجه استبعدها يعني. تمام الموضوع بسيط جدا والله يا جماعه. نشوف الجمله رقم 12. The Eiffel Tower، برج ايفل، هو اسمها بالانجليزي Eiffel. The Eiffel Tower، برج ايفل، صمم by جوستاف Eiffel in 1889، تم تصميمه بواسطة المهندس جوستاف ايفل سنة 1889. طيب جميل، صمم يعني مبني للمجهول، هو مش طبعا مش هيصمم نفسه، يعني البرج مش هيصمم نفسه. الجمله مبنيه للمجهول، اختار فيرب تو بي والتصريف الثالث اللي هم اول اختيارين بس اللي ينفعوا عندي، هاف بين ديزايند ووز ديزايند. طبعا هاف ديزايند غلط عشان ما فيهاش فيرب تو بي، وهاف ديزايند غلط عشان ما فيهاش فيرب تو بي، انما انا دايما بدور على الاثنين مع بعض، فيرب تو بي والتصريف الثالث الاثنين مع بعض. طيب هاف بين ديزايند ووز ديزايند عندي في الجملة سنة 1889، مضارع ولا ماضي؟ ماضي طبعا، يبقى اختار was designed. الجملة رقم 13. Many of Agatha's stories have been made ولا had made ولا were making ولا made into films. الكثير من قصص أجاثا حولت إلى أفلام، حولت إلى أفلام، مش هي اللي هتحول نفسها، هي حولت الى افلام. هدور في الاختيارات على فيرب تو بي والتصريف الثالث، مفيش حاجه فيها فيرب تو بي والتصريف الثالث غير هاف بين ميد. الجمله رقم 14. It reports reported was reporting ولا has been reported that archaeologists have found a new pyramid at Saqqara. يعني كتب تقرير ان علماء الاثار وجدوا هرم جديد في سقارة. طيب افعال القول والظن والاعتقاد، ادور على ايز والتصريف الثالث او ووز والتصريف الثالث او هاز بين والتصريف الثالث، اهي هاز بين والتصريف الثالث، خلصت. الجمله رقم 15 ونركز قوي بقى عشان ده مطب كده في النص. We cannot excavating ولا excavate ولا be excavated ولا to excavate here because of the flooding. مش هنقدر نحفر هنا بسبب الفيضان. هي كلمة flooding يعني فيضان، اللي في آخر الجملة دي يعني فيضان. طيب ركزوا قوي بقى عشان كل الجمل اللي فاتت كانت مبنية للمجهول، بس الجملة دي بقى مبنية للمعلوم.
احنا مش هنحفر هنا بسبب الفيضان. هو احنا مش هنحفر ولا احنا مش هنحفر؟ هي اكيد مبنية للمعلوم مش للمجهول. احنا اللي بنحفر، يعني الجملة مبنية للمعلوم بعد الترجمة اتضح انها مبنية للمعلوم. طيب وانا عندي كان فعل ناقص، نحط المصدر بعديه الاجابة اكسكافيت. طبعا اي حد بقى ممكن يتلخبط ويقول لك اختار بي اكسكافيتد. لا، الكلام ده لو كانت الجملة مبنية للمجهول. اتعلمت ايه من الجملة دي بقى؟ اتعلمت ان انا لازم اترجم الجملة بكل دقة قبل ما اجاوب عشان اشوفها مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول. عشان لو طلعت مبنية للمعلوم مش بختار بقى فيرب تو بي والتصريف التالت، بختار الزمن على طول. ماشي كده؟ طيب عموما يا جماعة، هي كلمة اكسكافيت يعني ينقب عن الآثار. طيب الجملة رقم 16 وبرضو فكرتها جميلة جدا. The ring، الخاتم، فقد while she was washing the dishes، بينما كانت تغسل الأطباق. طيب هل الخاتم هيفقد نفسه ولا هيفقد؟ الخاتم هيفقد، يبقى فيرب تو بي والتصريف التالت. عندي اجابتين ينفعوا، was lost و is lost. طيب نلاحظ بقى حاجه، الجمله في الماضي اهي، عندي was اهي شايفينها، was washing the dishes كانت بتغسل الاطباق، يعني جمله في الماضي. يبقى اختار المضارع ولا الماضي؟ اختار الماضي. ايه الاجابه الصحيحه؟ was lost. يبقى فيرب تو بي والتصريف التالت، واخترت الماضي عشان الجمله في الماضي. طيب نشوف الجمله رقم 17. When we were young، لما كنا صغيرين، every day، كل يوم، سالي كانت تختار بواسطة ماما لكي تقدم الشاي. Is it chosen ولا was it chosen ولا chose ولا choose by mother to serve the tea. طيب نركز بقى معايا كده بقى، نركز. ها هختار الأول verb to be والتصريف التالت عشان مش سالي اللي اختارت نفسها، هي مامتها هي اللي اختارتها، يعني ماما هي اللي اختارت سالي. الجملة مبنية للمجهول. عندي فيرب تو بي والتصريف التالت، is it chosen was it chosen. طب الجملة في المضارع ولا الماضي؟ اوعوا تقعوا بقى في المطب ده، هو مديني افري داي اهو، بس افري داي المرة دي مش دل على المضارع بقى، دل على الماضي، لان في كلمة في الماضي هي اللي هي وير. when we were young، لما كنا شباب، لما كنا صغيرين. ها وير دي يعني كنا، ماضي. ها يبقى ناخد بالنا بقى يا جماعة ان افري داي مش دل على المضارع ومش دل على الماضي، حسب بقى ما بتيجي. الجملة فيها كلمة في الماضي اللي هي وير، يبقى اختار الماضي. الاجابة was it chosen، هستبعد is it chosen عشان مضارع. نشوف الجملة رقم 18 بتقول ايه. يحيى حقي ما زال يعتقد عنه انه ابو القصة القصيرة وابو الرواية في مصر. يحيى حقي still is thinking ولا still is thought ولا is still thought ولا is still thinking or as the father of the Egyptian modern short story and novel. طيب ما زال يعتقد عنه، الجملة مبنية للمجهول، هختار verb to be والتصريف التالت. طيب عندي اجابتين ينفعوا، still is thinking ما تنفعش لانها ايه، ما فيهاش تصريف تالت. still is thought تنفع، is still thought تنفع، is still thinking غلط عشان ما فيهاش تصريف تالت. يبقى الاختيارات هتنحصر ما بين still is thought و is still thought. طيب معروف ان الظرف زي كلمة still، still دي ظرف يعني ما زال، الظرف بيتحط دايما في الوسط، يبقى مش هقول still is، هقول is still thought. يبقى الإجابة الصحيحة بكل تأكيد is still thought. أظن دي جملة برضو من الجمل اللي فيها أفكار حلوة. تمام؟ طيب نشوف الجملة رقم 19 بتقول all the questions on the paper، كل الأسئلة في الورقة، will answer ولا must answer ولا have to answer ولا must be answered. ترجمت الجملة، كل الأسئلة في الورقة يجب أن تجاب. تجاب طبعا الأسئلة مش هتجاوب على نفسها، هي هتجاب، يعني الجملة مبنية للمجهول. بعد الترجمة اتضح ان الجملة مبنية للمجهول، هختار verb to be والتصريف التالت. مفيش في الاختيارات اي حاجة فيها verb to be والتصريف التالت غير must be answered. نشوف الجملة رقم 20 وهي جملة فيها فكرة جميلة جدا، بيقول
I'm going to a party tonight. أنا رايح حفلة النهاردة بالليل. I invite ولا was invited ولا will be invited ولا have invited by my friend. يعني أنا دعيت بواسطة صديقي. أنا دعيت. بعد الترجمة اتضح إن الجملة مبنية للمجهول. ماشي؟ طيب هندور في الاختيارات على verb to be والتصريف التالت. مفيش غير اختيارين عندي. Was invited will be invited. دول اللي فيهم verb to be والتصريف التالت. طبعا invite غلط عشان ما فيهاش verb to be ولا تصريف تالت. Have invited غلط عشان ما فيهاش verb to be. يبقى الاختيارات هتنحصر ما بين was invited و will be invited. طيب اي حد ممكن ينخدع بالجملة دي ويقول ان الاجابة مستقبل عشان هو هيروح الحفلة لسه بالليل وكده. تمام؟ طيب ركز بقى معايا. هو هيروح الحفلة بالليل في المستقبل، لكن الدعوة كانت في الماضي. انا دعيت بالفعل. انا دعيت يعني الجملة ماضي، الحفلة في المستقبل، لكن انا دعيت في الماضي. ماشي؟ يبقى الترجمة بتبين ان الجملة الاصلية عندي في الماضي دعيت، يبقى اختار ماضي، يبقى الاجابة was invited. الجملة رقم 21 بيقول it not believes ولا is believed ولا believe ولا believed that there is no water on the moon. يعني يعتقد انه لا يوجد مياه على القمر. طيب يعتقد، عندي believe من افعال القول والظن والاعتقاد والتعبير عن الرأي. هندور على is والتالت او was والتالت او has been والتالت زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. طيب مفيش عندي في الاختيارات غير is والتالت، it's والتالت، it's believed. ماشي؟ طيب جميل. طبعا اللي مش مذاكر افعال القول والظن والاعتقاد يروح يذاكرها من الفيديو اللي فات، الحلقة رقم 28. نشوف الجملة رقم 22 بتقول ايه. بيقول scientists العلماء believes ولا is believed ولا believe ولا are believed that life on Jupiter is impossible. كلمة Jupiter يعني كوكب المشتري. Jupiter يعني كوكب المشتري. يبقى ترجمة الجملة ايه؟ العلماء يعتقدون ان الحياة على كوكب المشتري مستحيلة. كلمة impossible يعني مستحيل، وكلمة Jupiter يعني كوكب المشتري. طيب نركز بقى عشان في مطب في الجملة دي. الجملة دي مبنية للمعلوم مش للمجهول. هو بيقول العلماء يعتقدون، ما قالش يعتقدون، ها؟ العلماء بيعتقدوا، يعني الجملة مبنية للمعلوم. يبقى هستبعد أي اختيار فيه verb to be والتصريف التالت. يبقى is believed غلط و are believed غلط، يبقى عندي believes و believe. طيب طبقا لقاعدة المضارع البسيط اللي خدناها في الوحدة التالتة بتقول إني بحط اس مع هي وشي وات، حط المصدر مع اي ووي ويو وزي. طب كلمة العلماء scientists اصلها they، يبقى اختار المصدر believe ومش اختار اللي فيها اس، عشان الاس دي بتيجي مع هي وشي وات بس. تمام؟ يبقى الاجابة الصحيحة believe. زي ما حضراتكم لاحظتم دول اهم 22 جملة ممكن تشوفوها على الوحدة السابعة والتامنة. زي ما حضراتكم لاحظتم انا جمعت لكم اهم 22 جملة قابلوني في كذا كتاب خارجي، ويا رب يكون ال 22 جملة دول فيهم كل الافكار والتكات اللي ممكن تقابلكم. جربوا بقى تحلوا على قواعد يونت 7 و 8 وان شاء الله هتعرفوا تحلوا. الفكرة كلها verb to be والتصريف الثالث والازمنة، وناخد بالنا لو كانت الجملة معلوم ولا مجهول. ان شاء الله الحلقة الجاية هعمل لكم خريطة ذهنية رائعة لطريقة الحل على القاعدة السببية بتاعت الوحدة التاسعة، فانتظروا الفيديو الجاي. ارجو لو كان عجبكم هذا الفيديو تضغطوا لايك، وارجو تشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب، ارجو تعملوا سبسكرايب، وياريت تفعلوا الجرس عشان تضمنوا ان كل التنبيهات توصل لحضراتكم. وارجو من حضراتكم زيارة موقعي الرسمي english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.